مساء الخير، معاكم سارة من شركة بلاك هورس. النهاردة هتكلم عن الفحم كله، سواء الأبيض أو الأسود أو الألوان، وهتكلم كمان عن خامة الرسم بالرصاص وإيه هي الأدوات بتاعتها. الرسم بالرصاص أول حاجة أنواع الأقلام عامة، في هو أنا عامة لحد دلوقتي برضو ما لقيتش قلم حلو كامل من مجاميع والكلام ده، لا دايما في قلم حلو وقلم حلو في حاجة ووحش في حاجة، وقلم حلو في حاجة ووحش في حاجة. فأقول لكم عن الحاجات الحلوة ودي بيتميزة بإيه ودي وحشة في إيه والكلام دوت. أول حاجة ألوان فيبريكاسل فيها أكتر من نوع، في نوع منها لونه زيتي اللي هو دوت، وفي هو زيتي مش هو بين أسود في الصورة، هو زيتي وفي منه الأسود، وفي منه اللي هو مقلم بالطول زيتي، وفي منه اللي مقلم بالطول لون تاني، الوانات تانية. هو انا احسن نوع حبيته في الالوان الفيبريكاسل، هو تقريبا الالوان دي بتختلف من هو جايه منين، يعني في قلمه بتبقى متصدره ايطالي مثلا فرنساوي الكلام ده، فممكن يكون ده المصنع بتاعها نفسه جاي منين. فالقلم الزيتي ده لقيته ان هو احسن قلم في الوان فيبريكاسل. اولا بيخلي الرسمه ناعمه مش محتاجه تسريح، بحس ان هو بيداري كل مسام الورقه، بينعم لي الرسمه، حلوه في ان احنا نرسم فيها اي حد بشرته ناعمه، حلوه ان احنا نرسم بيها الاطفال، بنت مثلا وبشرتها صافيه خالص بيور، فحلو ان انا استخدم فيبريكاسل اللون الزيتي. بس الوحش فيه بقى ان هو التونات بتاعته مش جامده، يعني السكس بي طبعا احنا عارفين ان الليمه في منها انواع، في منها ال اتش بي وال 2 بي وال 4 بي وال 6 بي، كل ما بنعلى بالرقم كل ما بيديني تون غامق. التون الغامق ده يعني درجه غامقه قوي اعرف ان انا اجيب بيها النني بتاع العين، اعرف ان انا اجيب بيها درجه تون الشعر الاسود قوي، فليها كذا درجه. طبعا في الاتش ده اللي هو التونات الخفيفه، في ال 1 اتش وال 2 اتش وال 3 اتش، كل ما بكتر في رقم كل ما بيديني درجات خفيفه جدا. طيب انا ما بحبش الدرجات الخفيفه دي في التظليل، يعني ممكن نستخدم الاتش بي او اي درجه اقل من الاتش بي كمان في ان احنا بس نرسم الاوت لاين بتاع الرسمه. اما كنظلل بي مش نافع ان احنا نظلل بيه لان مش توناته جامده، مش هعرف اجيب السواد اللي في العين ولا هعرف اجيب السواد اللي في الشعر، لو لابسه مثلا بلوزه سودا مش هعرف اجيب الدرجه بتاعتها. طيب فاحنا بناخد الدرجات الثقيله اللي هو مثلا ايه 6 بي، دي درجه حلوه، في ال7 وفي ال8 وفي ال9، اعلى حاجه شفتها لحد دلوقتي هي ال9 بي. طيب الزيتي الدرجه بتاعته اللي هي ال6 بي او ال9 بي فاتحه شويه، يعني مش مدياني الاسود القاتم اللي موجود في قلمه تانية، يعني هي تظليلها ناعم وبتخليني مسام الورقه ناعمه وصافيه وكل حاجه، بس الاسود بتاعها مش حلو قوي. تمام، فالاحسن منها في ماركه اسمها ماركه الوان، للاسف مش معايا القلم بتاعها دلوقتي. ماركه الوان هو قلم اسود عادي وفي اخره يعني عكس القلم دوت، قلم اسود وفي اخره ازرق، دي ماركه الوان. ماركه الوان حلوه قوي في ان هي بتطلع لي الدرجه غامقه، الاسود بيطلعه لي اسود قاتم، بس مش حلوه في ان هي بتخلي الرسمه خشنه، يعني مش هعرف ارسم بيها مثلا بيبي صغير، لان البيبي الصغير ده بيتميز ان بشرته ناعمه جدا، فانا مش هعرف ارسم مثلا بيها بيبي صغير او هضطر ان انا اسيح، فمش حلو ان انا استخدم ماركه الوان في ان انا ايه في ان انا ارسم وشوش بيور خالص. اما الاسود بتاع ماركه الوان حلو جدا، احلى من ماركه فيبريكاسل. في قلمه تانية او قلم لسه يعني عارفاه من قريب قوي اللي هو ستينجر جيرماني، ده الاسود بتاعها حلو شبه ماركه الوان، يعني ده او ماركه الوان الاثنين حلوين في درجه الاسود بتاعهم. طيب عايزه اعرفكم برضو حاجه مش عارفه في ناس كتير تعرفها ولا لا، يعني في من قلمه السنون برضو في اتش بي وفي 2 بي وفي 3 بي، انا مش عارفه في اعلى من 3 بي ولا لا، لان لحد دلوقتي ما شفتش خالص سنون 3 بي، بس اقول لكم بيبقى عامل ازاي. هو قلم سنون عادي خالص، اي قلم سنون عندكم بنشتري بقى السنون نفسها بيبقى مكتوب عليها، بمكتوب عليها هنا فوق اهو اتش بي، يعني دي درجته خفيفه. في قلمه تانية هنلاقي مكتوب عليه هنا 2 بي يعني درجه اتقل، في ال 3 بي يعني درجه اتقل. فلما احنا نستخدم الاتش بي او حبينا نعمل الشعر، طبعا السنون حلوه قوي في ان احنا نرسم بيها الشعر او الرموش او الحواجب، علشان احنا في الشعر بنبقى محتاجين القلم يبقى رفيع قوي عشان يبين الفصلايه في الشعر او يبين تاثير الشعر عامه، فبنبقى عايزين القلم السنون. طبعا لو القلم اتش بي
ضربته اتش بي فمش هيطلع لي الشعر الاسود اللي انا عايزاه، فبنبقى عايزين قلم اتقل. فقلم ان احنا نجيب سنون 2 بي او 3 بي ده حلو قوي في ان احنا نرسم الشعر ونحطها على اي قلم سنون ايا كان ماركته ايه. هو قلم سنون ده بتاع ماركه الوان او اي قلم عادي، مش شرط ماركه معينه يعني. ده بالنسبه للقلمه. الاستيكه، هو انا في العادي ما بحبش استخدم استيكه كتير علشان الاستيكه قطرها في الورقه بتهلك لي الورقه، بتخلي التظليل عليها مش حلو، بتخلي تحسوا ان التظليل بيفرول عليها، مش يطلع زي نقط كده على الرسمه، فمش حلو ان احنا نستخدمها كتير. طبعا يعني فابري كاسل او ماركة ستيدلر الاثنين حلوين في الاستيكه، فابري كاسل السودا دي طبعا كلنا عارفينها، والاستيكه برضو اللي ما فيش غنى عنها اللي هي الاستيكه الفحم. دي استيكه فحم شبه الصلصال يعني، بصوا انا لما بشدها طالعه زي الصلصال اهو. الاستيكه دي فحم. يعني ايه فحم؟ هي اصلا جانا وانتي وحشتيني جدا. الاستيكه دي بتاعت ايه؟ هي مهمتها ان هي بتخفف التظليل. يعني مثلا لو انا جيت غمقت حته غصب عني في الرسمه، المفروض الحته تبقى فاتحه وانا غصب عني غمقتها، فباجي بالاستيكه دي بطبطب عليها كده شويه على الرسمه فتسحب لي الرصاص، بلاقي حتى الرصاص بيطلع هنا. لما بطبطب على الرسمه كده بلاقي الرصاص ايه طلع لي، مش مسح لي الدرجه على الاخر، هو بس بيخفها لي. فدي مهمتها ان هي بتخف التظليل. انا مش عايزاكم تبقوا معتمدين عليها اعتماد كلي، لان هي لو احنا جمعنا وقلنا خلاص هنفتح بالاستيكه ما في الاخر هنفتح، لا خالص. هي اوقات بتبصم، بتعمل زي دواير في الوش، لان هي بتسحب الدرجه من حته معينه بتبقى فاتحه وحوالين منها على طول غامق. واحنا في الرسم ما ينفعش ان احنا نبقى مبقعين الرسم كده، لازم يبقى كل حاجه ناعمه. لازم الغامق او الفاتح رايح متدرج من غامق الفاتح بالتدريجات، مش نيجي نسحب اللون او التون مره واحده. دي مهمه الاستيكه الفحم، ان هي بتسحب شويه في التظليل. طيب انا كمان بستخدمها في حاجه ايه؟ انا كده كده ما بحبش خالص استخدم الاستيكه العاديه لانها بتهلك لي الورقه جدا، فانا ما بستخدمهاش نهائيا. انا بستخدم دي بدل منها. طبعا دي ما بتمسحش الاوت لاين، يعني لو اتلخبطت مثلا في ان انا برسم عين هي مش تمسحها لي، هي تخفها لي بس. بس لو انا اصلا خطوطي خفيفه، لو انا من الاول رسم الاوت لاين بتاعي خفيف هتمسحولي، لو انا متقله فمش هتمسحوه. فده برضو بيعلمنا ان احنا ازاي نخفف ايدينا علشان نعرف نمسح بالاستيكه دي. لو تقلنا هي مش هتمسح، بس دي استخدامي ليها انا شخصيا، يعني ان انا بس ايه بمسح بيها الغلطات بتاعتي. في استيكه ثالثه. الاستيكه دي انا كنت اقول لكم عليها لما اطلع لايف للالوان. هو انا بستخدمها لالوان الخشب اكتر والالوان الباستل اكتر. هي بصوا استيكه اصلا بالحجره، يعني هي بتحط لها الحجاره من هنا اهي، وبعدين بندوس بقى على الزرار هنا فبتلف. الاستيكه دي كنت جايباها اونلاين بس هتلاقوها عادي في مكتبه الوان. دي لما بتخلص احنا طبعا بنبري كمان السن، دي رفيع جدا يعني، بنبري السن بتاعها كمان عشان نطلعه شبه القلم. ببريه على ايه؟ ببريه على صنفره، يعني بجيب الصنفره. في صنفره بتتباع في مكتبه الوان بتاعه القلمه اصلا، وفي ممكن نجيب الصنفره البني بتاعه الخشب دي عادي، انا ببري عليها وبتبري لي حلو كمان. بجيب الصنفره تحت مني واروح ايه دايسه على الاستيكه فتبدا ان هي تبري نفسها على الصنفره، فيطلع لي سني، فاقدر ان انا امسح بيها حتت صغيره قوي في العين. يعني مثلا اولا بتمسح لي الوان الخشب حلو قوي عكس الاستيكه الثانيه، ثانيا مش محتاجه ان انا اروح واجي وانا بمسح، انا مجرد بس ما بحط ايدي واروح دايسه على الزرار تبدا هي تلف حوالين نفسها وتمسح لي. يعني لو مثلا اتلخبطت في حاجه جوه العين، طبعا العين دي تفاصيلها بتبقى كتير، وانا لو جيت الاستيكه العاديه وجيت امسح كده رايح جاي تمسح لي التفاصيل كتير دي، فانا ببقى محتاجه حاجه رفيعه قوي عشان اعرف ان انا امسح التفاصيل الصغيره. فدي بحطها بس واروح دايسه على الزرار تبدا تمسح نفسها. بجانب بستخدمها كمان في الباستل. اللي مش عارف الباستل، الباستل ده شبه كانه بودره، لما نيجي نستخدمها على الورقه كانها بودره. فانا لو انا قصدي ان انا اسيب مثلا لسعه نور ما جيش ناحيتها، فغصب عني البودره دي ممكن تيجي عليها، فانا ببقى عايزه اقفلها او ارجع تاني افتحها، فبروح دايسه على الاستيكه دي وابدا ان انا امسحها وبتتمسح بمنتهى السهوله. كمان الاستخدام التاني ليها ان هي ممكن تعمل لي شعر ابيض في الوان الخشب. اقدر ان انا مثلا ممكن اظلل مسافه كبيره قوي
واروح دايسه بالاستيكه دي اكون بريها كويس قوي، واروح ابدا ان انا اعمل بيها الشعر الابيض دي في الوان الخشب بس، يعني دي حلوه قوي وهتساعدني برضو في الوان الفحم بتمسح لي كويس. فدي الاستيكه دي حلوه جدا. في استيكه تاني بس هي مش عندي اسمها نانو، ليها بقى كذا ماركه، يعني هاتوا ماركه الوان اي ماركه تانية براحتكم، بس هي نانو شبهها بالظبط بس من غير حجره، هي رفيعه قوي بس هي عادي بنمسح بيها عادي، دي حلوه برضو جدا في ان هي تعمل لنا الشعر الابيض في الفحم. اسمها نانو في مقاس زيرو، هاتوا الزيرو دي حلوه قوي. والوان في منها ايه واحده. في كمان قلم جل ابيض، دي حاجات مهمه قوي هتنفعنا بعدين، يعني انا مش بتكلم الادوات دي ان انتوا تجيبوها من اول مره او تبقى عندكم على طول، دي حاجات هتساعدنا فيما بعد. الجل الابيض ده بيحط لي الحاجات البيضاء اللي في الوش بس ما بيمشيش مساحه كبيره، هو اوكي هيمشي لي مساحه كبيره وعادي، بس المشكله لما بيمشي مساحه كبيره بيقلب لي درجه تانية. انا معايا نوعين بس انا لقيت النوع ده احسن اللي هو جيلي رول، ده احسن نوع جربته في الجل الابيض. بيعمل ايه؟ بيعمل لسعات النور الصغيره قوي، يعني الكبيره انا كده كده في الرسمه بسيبها، ما بجيش مش هاجي عليها وبعدين ارجع ايه اقول هعملها بالجل الابيض، لا خالص. لو لسعت نور كبيره انا في الاول بسيبها، لو لسعت نور صغيره النقط الصغيره او بيبقى في تحت العين هنا نقط صغيره قوي، في بعض الرسومات بنلاقي نقط هنا مسام الوش لونه ابيض هنا، لسعات النور اللي في العين، لو في ميه مثلا هنرسم ميه فبيبقى في نقط صغيره جدا انا استحاله اسيبها، ولو حتى سبتها البودر بتاع الرصاص هيجي عليها مش هيديها الابيض المنور اللي انا عايزاه، فبستخدم الجل الابيض للنقط. الجل الابيض دي لما انا قلت على لناس عندي في الكورس هاتوه لقيتهم عملوا بيه الشعر الابيض، بس الشعر الابيض ما بتعملش نهائيا خالص بالجل الابيض. الجل الابيض للنقط ما نمشيش بيه مساحات كبيره نهائيا. الاسكتشات، بصوا انا بلاقي ان انسب اسكتش نشتغل عليه في البدايه هو كانسون، هو ده مش كانسون اوكي، بس يكون كانسون مكتوب عليه هنا 150 جرام، يعني ده 130 جرام، دي ورقه ناعمه 130 او 140، دي الورقه بتبقى خفيفه. الورقه بتاعتها بتبقى خفيفه، دي ما بتستحملش التظليل الغامق، يعني لو انا عايزه اغمق مثلا بلاقي الغامق اتحط فيه قوي ومش عايز يتدرج، او بلاقي الغامق بدا يموج معايا كده فما بيبقاش، بيخلي الورقه بتموج معايا فما بيبقاش حلو خالص. ف 130 او 140 كبدايه مش حلو، هاتوا 150، بيبقى مكتوب هنا عليها 150. ال 150 جرام ده بيبقى ورقه مناسبه حلوه ان احنا نبدا عليها تظليل، مش محببه، يعني في الاعلى كمان من 150، الاعلى من 150 دي الماركت اسفل، الاعلى من 150 دي بتبقى الالوان، يعني دي 300 جرام دي بستخدمها لالوان الزيت او الووتر كولر عادي، دي بتبقى الورقه بقى بتاعتها بصوا تقيله. الورقه بتاعتها تقيله قوي، دي بتقدر ان هي تستحمل الوان الميه او ان هي تستحمل الوان الزيت عادي. فبقى عايزاها ماركه كانسون، لان في ماركات بيبقى مكتوب عليها 150 جرام بس الورقه بتاعتها مش تقيله خالص، بتلاقوها خفيفه او بتلاقوا الورقه بتاعتها محببه، فانا كل ده بتكلم على ماركه كانسون 150 من ماركه كانسون، او 150 من ماركه دراون بيبر، دي برضو عجبتني الورقه بتاعتها حلوه ان احنا نرسم عليها في الاول، هي حلوه جدا، هي شبه كانسون 150 جرام، دي حلوه جدا في ان احنا نرسم برضو عليها، يبقى كانسون او دراون بيبر. ده بالنسبة للسكتشات. في قلم برضو معايا، ده قلم رصاص تخين، يعني هو مفهوش هنا حتة خشب، هو كله رصاص، ملبسه من بره ده كده رصاص. القلم ده كنت فاكراه يعمل خلفيات حلوة قوي، يعني هو بصه عريض جدا وهيمسح لي كمان، هيمشي لي مسافه كبيره، يعني بصوا
بيمشي مساحة عريضة فممكن يظلل لي مساحة كبيرة، فقلت احبه في ان انا اعمل بيه مثلا التيشيرتات او الخلفية او الكلام ده، بس ده كان استخدامه. ما ينفعش ان احنا نستخدمه للوش خالص، نعمل بس بيه الخلفية ونعمل بيه التيشيرتات. حلو، بينجز معايا يعني كأني بري القلم بالكتر. طبعا لما بنبري القلم بالكتر واطلع منه سن كبير بينجز لي معايا في المساحات الكبيرة. فانا لقيت القلم ده حلو في ان انا استخدمه للخلفية او مثلا تيشيرت مثلا في البورتريه اللي قدامي، بس مش اكتر، ما استخدمش في اي حاجة تانية. ده ماركة فابريك كاسل. طيب في ايليمي التسيح الرصاص، انا بحبش خالص خالص اسيح في الرصاص، يعني الفحم بنسيح فيه، الباستل بنسيح فيه، الوان الخشب بنسيح فيه، الا الرصاص بكره التسيح فيه. منكرش ان التسيح اوقات بيحلل الرسمه لما تكون برضو الرسمه بيور ويكون الوش صافي، بيبقى حلو ان احنا نسيح فيه عشان يديني احساس شويه الخامه الفحم، يعني اللي هو ان البشره ناعمه. بس انا بحبش برضو في الرصاص ان انا اسيح كتير. بالنسبه للتسيح بقى، ففي ليم التسيح دي بتتباع منها كتير قوي، مقاسات مختلفه كمان في الكيس بتاعها، في منها الادخن وفي منها الارفع وفي منها الاقصر وفي منها الاطول. فدي القلم التسيح. القلم ده عباره عن ايه؟ كرتونه ملفوفه حوالين بعضيها. يعني انا حتى مره زمان خالص فكرت ان انا بريه فبوظ لي القلم اهو. ده عشان ابريه، عشان امسح السواد اللي فيه، عشان لما اجي اعمل ما يدينيش اسود، باجي بصنفره برده واروح باريه القلم عليه، بصنفر الورق عليه. اما ان انا ابريه بالبرايه غلط خالص، انا بمسحه على الصنفره فابدا ان انا ايه انضفه تاني من اول وجديد واروح مستخدماه. ده قلم تسيح عباره عن ايه؟ كرتونه. انا كمان القلمه دي ما احبهاش خالص ان انا استخدمها على الوش او مساحه كبيره، انا احبها في التفاصيل الصغيره، يعني حاجه في الشفايف، حاجه في المناخير، حاجه في العين، تمام. اما ان انا احطها على الخد او القوره بحس ان هي بتقعد تعمل لي زي خطوط. والمشكله بقى ان بعد التسيح بيبقى صعب ان احنا نمسح، لان احنا خلاص احنا اوريدي سدينا كل مسام الورقه. مسام الورقه عباره عن حاجات بارزه لبره وحاجات داخله لجوه، فانا بالتسيح توغلت في الحاجات المسام اللي داخله لجوه، فبيبقى صعب ان انا امسح. فبس القلم ده للتفاصيل الصغيره. اللي بحبه احسن واكتر يعني من قلم التسيح، الفرشه، ان انا سيح بفرشه. ممكن نسيح بفرشه مقشوطه كده فلات، وممكن ان انا سيح بفرشه رمد، المقاس اللي انتوا عايزينه. يعني انا بحس الفلات دي اقدر ان انا اجيب بيها بالخرف بتاعها ده الحتت الصغيره، واقدر ان انا ايه في نفس الوقت اعمل الحته الكبيره، او بالفرشه الراوند عادي. المسميات يا جماعه دي اللي هي المقشوطه ودي كده الراوند. اهم حاجه في الفرشه لو احنا نسيح بيها سواء رصاص او فحم، لازم لازم تكون ناعمه. الخشنة هتكحتي في الورقة، هتبدأ نحس ان في يعني لو في باودر كتير على الفرشة الخشنة وجيت عملت بيها هتعمل لي خطوط في الوش. فيستحسن طبعا ان الفرشة تكون ناعمة، اي فرشة بقى مش شرط ماركة معينة. ده بالنسبة للفرش. في بقى طبعا الرصاص، لو احنا قفلنا، هو فين القلم الرصاص؟ فين القلم الرصاص؟ عايز يعني انواع القلم الرصاص؟ انا قلت القلم الرصاص فابريك كاسل، وفي من فابريك كاسل كذا شكل، في منه الاسود خالص وفي منه الاسود خالص، في منه الزيتي وفي اللي هو مقلم بالطول. وقلت ان افضلهم القلم الفاتح، وقلت برضو على ماركه ستينجر جيرماني دي برضو حلوه قوي في ان تظليلها غامق. وعندي ماركة تاني برضو انا نسيت ان انا اقولها، ماركة ديروينز دي، انا عندي منها علبة، دي حلوة برضو كل حاجة وطناتها حلوة، بس بحس ان هي فيها لمعة فظيعة، الرصاص فيها بيلمع قوي فما حبيتهاش. انا محبش اللمعة، محبش الرسمة تبقى مدية ضي. فديروينز حلوة بس فيها لمعة شوية. فافضل نوع ما اقدرش اقول ان في افضل نوع، انا بقول ان القلم الزيتي من فابريك كاسل حلو في ان هو بينعم لي الرسمه، وماركه الوان حلوه في ان هي بتديني التون الغامق. طيب نرجع تاني للسبراي.
احنا الرصاص بتاعنا لو خدنا بالنا او حد رسم قبل كده هنلاقي ان احنا لما نقفل السكتش ونيجي نفتحه نلاقي الرسمه اتطبعت في الصفحه اللي قصادها، ده لان الرصاص او ايدينا غصب عننا واحنا بنرسم هنلاقي حتى الجنب ده كله بيبقى اسود من الرصاص. الرصاص بيتحرك، والمشكله ان احنا لما بنبقى راسمين رسمه حلوه قوي بنبقى عايزين نحافظ عليها ان هي تفضل حلوه. طب بنحافظ عليها ازاي بقى؟ في سبراي هقوم اجيبه لكم هوريه لكم، في سبراي بترش على الرسمه بعد ما تخلص، نكون ظبطنا كل حاجه فيها، لان مجرد ما نرش الرسمه لا ينفع نزود حاجه على الرسمه ولا ينفع نمسح حاجه، يعني تكون الرسمه اوريدي خلاص خلصت. نبدا بقى نرش السبراي ده على الرسمه. في ثلاث انواع ممكن نجيب، او من ثلاث حتت، اسفه، من ثلاث حتت ممكن نجيب السبراي ده. في سبراي من مكتبه الوان عادي هقوم اجيبه لكم اوريه لكم. في سبراي دوت ده من مكتبه من اي مكتبه الوان ممكن نلاقيه، بس يعني انا لما سالت عليه ما لقيتهوش الصراحه يعني، فهو عامه بتاع الوان، انا قصدي ان هو بتاع الوان. ده بيترش على الرسمه بعد ما بتخلص فبيثبت لي الرصاص عليها حلو قوي. طيب في ناس ما بتجيبش من مكتبه الوان، او بتقول لي ان مكتبه الوان بتبقى غاليه شويه، او اي مكتبه، مش شرط مكتبه الوان يعني، اي مكتبه عامه اي سبراي بتاع الرسم بيبقى ايه غالي شويه. ممكن نستخدم سبراي من عند موان، الموان ده اللي هو بتاع الدهانات، انا ممكن اروح لموان اقول له عايزه سبراي شفاف. هو السبراي ده ملوش علاقه خالص بالرسم، يعني محدش يروح يقول له عايزه سبراي للرسم خالص، هو سبراي شفاف اصلا بتاع حيطان بتاع خشب، انا مش عارفه هو بتاع ايه، مهمته الاساسيه ايه، بس ده لما جربته على رسمه نفعت معايا برضو حلو قوي. المشكله ان في انواع حلوه وانواع وحشه، انا جبت كذا نوع، في منهم هم كلهم كانوا حلوين على الورقه السوداء الرصاص، يعني انا لما جربتهم على الوان ما عجبونيش، اما كانوا كلهم على الرصاص حلوين مش وحشين، رصاص او فحم اي حاجه من الحاجات دي. اما على الالوان لقيتها نقطت لي نقط زي ذهبي كده، او الورقه الملونه عامه لقيتها بنت لي بقى فيها النقط بتاعه السبراي. فالسبراي ممكن من مكتبه الوان وممكن من عند موان عادي، بس الاول جربوه قبل ما تبوظوا رسمه. تالت سبراي ممكن نجيبه سبراي الشعر عادي، ده بتاع الشعر، بس لما جربناه على الرسمه لقيناه برده حلو فشغال، ممكن تجيبوه برده. طيب ده كده بالنسبة للسبراي. نخش بقى على حاجات الفحم. اقلام الفحم في اكتر من نوع في اقلامة الفحم. اسوأ حاجة ممكن بنلاقيها في الفحم ان الاقلامة بتبقى بايظة كتير قوي، بيبقى معانا نفس النوعين، يعني في الطلبه عندي بيبقى معانا نفس النوع، واحنا معاها نفس النوع، ودي معاها نفس النوع، دي نفس الماركه ودي نفس الماركه، ده نفس الرقم وده نفس الرقم، بس في قلم فيهم بايظ وقلم فيهم سليم. فدي اوحش حاجه في الفحم، يعني انا حتى كنت فاكره الاول ان ده عيب في القلم نفسه، ان النوع نفسه مش حلو، بس انا لا، انا كان معايا الانواع بتاعتي كانت حلوه وبلاقي ناس جايباها وحشه. فده بس خلي بالكم وانتوا بتشتروا ان القلم المفروض احنا بنشتري قلم فحم، القلم الفحم مفهوش لمعه، ما بيلمعش، عشان في ناس كانت جايبه لي قلمه فحم شبهها زي الرصاص بالظبط، الرصاص بيبقى فيه لمعه، الفحم بيبقى مطفي، لا هي جايبه لي رصاص فحم فيه لمعه، فده بيبقى سيء جدا. عامه افضل انواع الفحم كونتيه ده مسته حلوه جدا في ان هو التونات بتاعته غامقه، الاسود بتاعه دارك كده وحلو وجميل، وبيعمل لي بينجز لي الرسمه كمان، ده نوع اسمه كونتي. تمام، في كمان نوع اسمه جولد، وفي فيبريك كاسل حلو جدا فيبريك كاسل، وفي نوع اسمه ماريس. الاربع انواع دول انا جربتهم والاربع حلوين جدا. المشكله بقى بس في نوع ماريس ده التاني كان في منه قلمه بايظه كتير جدا، بجانب ان هي بتتكسر من جوه بس، فلو هتجيبوا احسن لكم هاتوا كونتي او فيبريك كاسل حلوين او جولد، ابعدوا شويه عن ماريس. القلم الفحم في منه هارد وسوفت وميديوم، هارد وسوفت وميديوم، ده بيختلف في التونات، وواحد اثقل شويه وواحد متوسط وواحد خفيف. انا شايفه السوفت حلو والميديوم حلو.
يعني الهارد حلو كل حاجه، بس ملمسه شويه خشن، يعني بحس انه بيكحت قوي في الورقه. فسوفت حلو وهارد حلو، بس عندي اهم حاجه ان التون يطلع غامق. يعني لو هو التون بتاع سوفت وحش يبقى هاته الهارد احسن، يبقى اتقل. طيب ده كده بالنسبه لانواع الفحم. في فحم الوان، في ناس عندي كتير قوي ما كانتش اصلا تعرف ان في فحم ابيض. الفحم الابيض ده، الفحم الابيض، الفحم الابيض ما بترسمش بيه على الورقه البيضه، ولا بيتعمل بيه الشعر الابيض، ولا بيتعمل بيه لسعات النور البيضاء، عشان في ناس بلاقيها فاكره ان هي هتديها الابيض المنور والكلام ده. لا خالص، هو ممكن يتقل لي على منطقه فاتحه. يعني انا مثلا سايبه مكان لسعه النور اوريدي سايباها فاتحه، غصب عني جيت عليها ممكن امسحها وارجع احط عليها الابيض. يعني ما ينفعش خالص تكون المنطقه مش نظيفه او فيها بودر من الفحم واروح احط عليها ابيض، ده بيخلي لي الرسمه جراي، مش بيديني ابيض. فاحسن تبقوا ماسحين الرسمه الاول وبعدين تقلوا بالابيض عشان بس تظهروا لسعه النور اكتر. الفحم الابيض ده ممكن اخليه كمساعد للفحم الاسود، وكمان ممكن اعمل بيه لوحه كامله من الفحم الابيض. طبعا مش هنرسم بيه على ورقه بيضة، هنرسم بيه على ورقه سودة. انا استخدامي للفحم الابيض مش كتير، فانا بجيب منه فرخ اسود، يعني انا بشتري بالفرخ وببدا ان انا اقسمه. ده الفرخ الاسود ماركه كانسون برضو، تمام. في منه سكتشات سودة، اللي عايز يشتري سكتش يشتري سكتش، بس عامه هو ده الفحم الابيض بنستخدمه على ورق اسود ونرسم بيه عادي. طيب الفحم الالوان ايه بقى؟ هو الفحم الالوان الواناته بتبقى هاديه شويه. ان انا هوريكم الواناته، دي الواناته، هوريكم الغطا بتاعها من بره وده الغطا بتاعها. الفحم الالوان مش يعني هو شبه شويه البست لكل حاجه، بس الواناته هاديه قوي. تحسوا الالوانات اللي يعني في رسومات بتبقى مثلا كلها باللون ده الزيتي، اللي هو اللون ده، احنا مش بنلون، انا بحطش اللون ده على اللون ده، انا ممكن استخدم اللون ده واحط لسعات النور باللون الابيض، بس انا قصدي ان الرسمه كلها من اولها واخرها تبقى لون واحد. ده بتخليلي بيديني احساس، مش عارفه اقول لكم احساس ايه، بس هي تحسوها الوانات قديمه، الوانات رماديه كده شويه، فبيبقى تاثيرها غير تاثير الوان الباستيل. اهو دي العلبه بتاعتها من بره. الفحم الالوان ده بنستخدمه على ورق ايه؟ اي ورق عادي، ممكن استخدمه على ورق ابيض، وممكن استخدمه على ورق اسود، وممكن استخدمه على ورق بيج، وده احسنهم. يعني ده احلى حاجه ان انا استخدم الورق البيج، هيديه تأثير حلو جدا وستايل تاني جديد في الرسم. الفحم الالوان استخدامه زي الفحم الاسود بالظبط، ما هو انا بستخدم قلم واحد، فانا شغاله بنفس الموضوع اللي هو الظل والنور والكلام ده، فباجي هنا تقل وباجي هنا فتح، هي نفس الفكره بالظبط، بس هو بدل ما اللون اسود بيبقى اللون زيتي او لون الاوكر، الالوانات ديت. تمام، ده بالنسبه كده للالوان الفحم. في كمان قلم، في فحم اسمه فحم مضغوط، هو للاسف برضو مش جنبي دلوقتي. الفحم المضغوط دوت عباره عن زي صباع طباشير كده، اسود قوي. الفحم المضغوط دوت انا باخد منه البودر، يعني هو في بودر بيتباع في مكتبه الوان او اي مكتبه، هو انا بس عشان طول الوقت في مكتبه الوان فتقولي بقول مكتبه الوان كتير، اي مكتبه ممكن تلاقي عنده الفحم البودر. الفحم البودر اللي انا عجبني او عجبني الدرجه بتاعته كان علبه قد كده ب 200 جنيه، فانا استغليت الموضوع، فانا جبت بقيت اجيب الفحم المضغوط وابشره. يعني انا الفحم المضغوط كده كده انا بجيبه عشان اعمل بيه الخلفيات، الخلفيه مثلا سودا عايزه اخلي الاسود الدارك قوي واللي ما فيهوش لمعه، فبستخدم فيها الفحم المضغوط، بيخلي لي اللوحه سودا. يعني في مننا كتير كان بيشوف طبعا بورتريهات متعلقه في الشارع او في محل ما، يعني كان بيبقى الخلفيه بتاعتها سودا جدا. الاسود ده مش ان انا امسك قلم رصاص واقعد اكحت واتقل والكلام ده خالص، هو قلم تحسه ان احنا لما نيجي
الصباع ده نعمله على ورقة بيضة، خلاص انا مش مبينة اصلا الورقة دي كانت بيضة، تحس ان الورقة قلبت اسود اصلا لوحديها. فالفحم المضغوط دوت كده كده كنت بجيبه للخلفيات، بقيت كمان استخدم منه ان انا اطلع منه البودر، بقيت اجيب قطر وابدأ ان انا ابشره بودر، مش كتل صغيرة، بودر، واحطه في علبة وابدأ استخدمه على اللوحة. بقى عندي البودر بتاع الفحم. طبعا الفحم انا قلت ان هو بيتسيح، بجانب ان احنا ما بنستخدمش القلم صراحه على الوش، احنا كل ده بالبودر، يعني الوش بيتعمل بالبودر، او ان انا مثلا احدد حاجه معينه بالاسود عشان هي السودة واخد منها واسيح في منطقه تانية، يعني هو تكنيك الفحم بعيد خالص عن الرصاص. فده بالنسبه للفحم المضغوط، هو صباع شبه صباع الطباشير كده ولونه اسود. طيب في فحم كمان، في فحم اسمه فحم نباتي. فحم النباتي ده عبارة عن صوابع رفيعة قوي، حتى من كتر رفعها ومن كتر ما هي خفيفة لو وقعت وقعة بسيطة بتتكسر. الفحم النباتي ده برضو بيتعمل بيه الخلفيات، بس المشكلة ان هي درجاته فاتحة قوي، يعني انا شخصيا ما بستخدموش، لان انا ممكن اطلع الدرجة الفاتحة من الفحم المضغوط عادي. الفحم النباتي مهما تقلت وعدت وزدت على الرسمة تاني ما زالت الرسمة فاتحة، ما بتجمقش مني خالص. ده الفحم النباتي بيبقى هي اصلا عبارة عن عيدان خشب محروقة، يعني اكيد مختلطة بمادة ما، يعني اكيد مش عيدان بيور كده على طول، عيدان فحم محروقة، وبنبدأ ان احنا نرسم بيها. ده كده اسمه فحم نباتي. انا خلصت خلاص كل اللي معايا. طبعا ما نستغناش عن القطر، طبعا لازم يبقى فيه قطر، لان الفحم بيريش خالص بالبرية، بيبري بالقطر، البرية بتقصفه، يعني مش بتطلع سن، يعني لو حبيت اطلع سن في قليمة الفحم لازم طبعا قطر هو اللي هيطلع لي السن. وما ننساش طبعا الصنفرة، انا ممكن ان انا ابري قلم الفحم على الصنفرة. الصنفرة دي للأسف برضو مش جنبي دلوقتي، بس صنفرة من مكتبة ألوان، بتبقى حاجة شريطة كده بسيطة عاملة زي السكتش، يعني ليها كذا ورقة، لما ورقة بتخلص بنشيلها ونرميها، ورقة بتخلص بنشيلها ونرميها، أو الصنفرة عادي بتاعت الخشب بنبري عليها أي حاجة احنا عايزينها عشان نطلعها منها سن رفيع. طيب أرجو إن اللايف ده يكون أفكه في حاجة، ولو في أي حاجة ممكن تسيبوها في كومنت، أنا برجع تاني أقرا الكومنتات. ولو حابين حاجة المرة الجاية اشرحها لكم، او رسمة معينة او خامة معينة، ممكن تسيبها لي برضو في كومنت. تصبحوا على خير.